السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة عن أربع رؤى إذا رأيتها في المنام فاعلم أن هناك من ينظر لما في يديك. أول هذه رؤيا الحوت. رؤيا الحوت، وكلنا عارفين إن الحوت يعني يبلع مدينة، ورؤية الحوت في المنام تحذر الرائي بأن هناك من ينظر لما في يديه. رؤية القطط، يسموها القطط السمان، تلاقيها قطط كبيرة في المنام. وأحدهم رأى يوما أنه يصطاد من البحر، ولكن كل ما يطلع سمكة ففي قطة قاعدة ورا منه بتاخد السمك اللي هو بيصطاده، يعني مال ويأتيه بعد تعب وكد، لكن هناك من ينظر لما في يديه ويأخذ منه يعني ما رزقه ربنا عز وجل به. يبقى أول رؤية الحوت، تاني رؤية القطط السمان، تالت رؤية معانا القرموط. والقرموط ده نوع من أنواع السمك، ليه شناب كده وبيتزفلط من الإيد، مش سهل ماسكه. فيدل القرموط في المنام على أن هناك رجل عنده أموال ولكنه مماطل وصعب التوصل إليه، زي الزئبق بالظبط. الرؤية اللي معنا بعد كده الرؤية الرابعة، وهي رؤية التمساح. والتمساح عدو شديد العداء، ينظر لما في يديك بل أنه يبكي قبل أن يفترسك. يبقى النهاردة كان معانا 4 رؤى تدل على أن هناك من ينظر لما في يديك. أول رؤية الحوت، ثاني رؤية القطط السمان، رابع رؤية القرموط، ثالث رؤية القرموط، رابع رؤية كانت معانا هي التمساح. ده اللي كان عندنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو يا ريت يعمل له لايك، نشارك الخير مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة يا ريت يعمل اشتراك في القناة، يفعل خاصية الجرس، يختار منا الكل حتى يأتيه يشعر بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.